هيتم الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه. انا ما عملتش حاجه يا حضر الضابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها؟ أيوه. مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ أيوه أيوه أنا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامة. يا شيخ حسن، إحنا متأسفين. ظهر إن في تشابه أسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا. تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. 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 يا اخوانا يا اخوانا، من النهاردة الشيخ عسل العطار هو إمام جامع البلد. إمام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم.
وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. أنا ما قلتش حاجة، بس جانيت أصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كأنك ابنها بالظبط. لا أنا عارف هو بيرمي على إيه. مالها جانيت؟ وحشة جانيت يا متلدة. إحنا في إيه ولا في إيه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا إيه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا أهلا أهلا، شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يعني؟ دول سكان بودات في العماره. وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة، أرجوك. ما تخافش، ما تخافش يا أخ بولس. اتفضل يا كركر، اتفضل، تعالى، تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. أهلا وسهلا. الأخ جارنا الجديد، الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصة سعيدة يا أستاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو وصلت أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا حافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك. ما يصحش، اتفضل. يلا يا حاج حسن. أصل ما يصحش نسيبه الراجل. أنتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا إيه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وقربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا راجل طيب ومتدين يا استاذ بولس. ده من ساعه ما سكن هنا
لا شفناه دخل كنيسة، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا وليام. كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعية ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنة، ووقع بيته وجي يستجد بيه هو ومراته وابنه، اسيبه نام في الشارع؟ لا انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليام وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار، تستحصلها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرجها عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني. لا يا هاني، اصل انا ده هدية مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني؟ انا اسفة يا هاني. مساء الخير. مساء وصلنا سكرت. ايوه الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف.